أنا وقعت بمصيبة كبيرة. يا الله شو ساوي؟ مو قلت لي إنه كل شيء موجود عندهم هنيك؟ معقول ما لقينا حتى قطعة واحدة؟ أكيد رح ننفضح الشغلة ورح يعرفوا إنه لا سيا اللي خطفت البنت. خلص يا لميس روقي، كل شيء رح ينحل، ما رح نرجع لحتى نلاقي مثله. نحن وين بدنا نلاقي محل تاني؟ صرنا ساعة عم ندور. لازم نفكر بشي حل مشان ما يكتشفوا إنه ليلى سقطت. ما رح يصير هيك شيء. خلص بقى هدي شوي. شوفي هذا مو محل أطفال.